مريم باكوش تتعرض للانتقادات بسبب آخر إطلالة لها. أشعلت الفنانة المغربية مريم باكوش مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها لمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام من أحدى جلسات تصوير لها. وتقاسمت مريم باكوش من خلال خاصية القصص القصيرة بعض الصور والفيديوهات من آخر جلسة تصوير لها، ظهرت فيهم بفستان بنفسجي مفتوح، مما أثارت الممثلة المغربية مريم باكوش غضب فئة عريضة من الجمهور والمتابعين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما عمدت إلى نشر مقطع فيديو بفستان مكشوف. والجدير بالذكر أن مريم باكوش أعلنت قبل فترة قليلة دخولها للقفص الذهبي للمرة الثانية. هل ستجتمع جميلة الهوني بأمين الناجي من جديد؟ تداولت بعض الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام في الساعات القليلة الماضية خبر اجتماع الفنانة المغربية جميلة الهوني بأبي ابنها الفنان أمين الناجي. وقيل أنه من المحتمل مشاركة كل من الفنانة جميلة الهوني وأمين الناجي في عمل جديد لسيناريست الشهيرة فاتن اليوسفي، إلا أن الثنائي المذكور لم يكشفان بعد عن العمل. والجدير بالذكر أن جميلة الهوني وأمين الناجي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي بعد خلافهم عن نفقة ابنهم الوحيد.